أنا محمد المغوط، ما كان بيخطر لي في يوم من الأيام إني يكون أوصل للي وصلت له. هو من جسد الفكرة في كلمة، من استطاع أن يحرر الشعر من عبودية الشكل، من احترف السخرية وتفرد بأسلوبه الناقد ليلامس هموم الناس ويستشرف مستقبل أوطانهم، من أصبحت نصوص مسرحياته كضيع التشرين، شقائق النعمان، غربة، كاسك يا وطن، ذاكرة للمسرح العربي. هنا في مدينة السلمية حيث ولد فيها وتربى، يرقد أبا شام في تربة وطن عشقه حد الثمالة فلم يخنه يوماً. كنت كل أحلامي كانت ضيعة، اتزوج بنت خالتي، بنت عمي، إيه، وجيبوا أولاد وعيش بالضيعة. محمد المغوط اسم لمع على مستوى الوطن العربي والعالم، فهو من رواد قصيدة النثر وأديب وشاعر سوري، ولد في مدينة السلمية عام 1934، وفي ظهيرة يوم الاثنين الثالث من نيسان من عام 2006 رحل محمد المغوط عن عمر يناهز 72 عاما، بعد أن استطاع بكتاباته أن يصل لعقول وقلوب عامة الناس، وبعد أن أصحت مختلف أعماله ونصوصه الأدبية على لسان من عجز لسانه عن التعبير عن حالة معيشته. وفي ذكرى غيابه 13، كاميرا الإخبارية السورية زارت مدينة الراحل والتقت ذويه. من خلال استعراض الأعمال التي قدمها أو كتبها يعطينا صورة عن صورة الفكر الذي كان يحمله عن المستقبل سوريا. كل ما تحدث به بمسرحياته تحدث الآن في سوريا بأشكال مختلفة وفي الوطن العربي أيضا. كان صادقا في شعره، صادقا في أدبه، صادقا في أعماله التي قدمها. إنسان صادق بمشاعر ومشاعره العامة، حبه لبلده كان واضح جدا بكل كتاباته وبأسلوب حياته. سلمية ما طلعت من محمد المغوط أبدا، ولو غادر جغرافيا، لكن كانت بقلبه بصميم أعماله. وأي أديب حقيقي إنجازه الأساسي بيعبر عن واقعه بضمن بيته، يتعامل معنا مع البيت بالبيت بهي الروح الحساسة جدا، بالروح الشفافة كتير والمتواضعة والبسيطة اللي بتنم عن شيء فطري حقيقي موجود. كتب الكثير عن المغوط في الصحف والمجلات، وألفت حوله الكثير من الكتب والدراسات المستفيضة، ولا يزال يشغل الكتاب والنقاد والدارسين. فبعد 13 عاما على الغياب، هل رحل المغوط حقا أم هو من خلدته الكلمة في ذاكرة أجيال، وهو من حمل هموم المواطن والتزم بقضايا الإنسان العربي في كل سطر كتبه وفي كل عبارة؟